فرضت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف العربي سيطرته على 5 مناطق جديدة بمديرية رازح بمحافظة صعدة، فيما واصلت الميليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران عملياتها الإجرامية في محافظة تعز وفجرت عدة منازل للمدنيين اليمنيين. بعزيمة قوية تواصل قوات الجيش اليمني مدعومة بتحالف دعم الشرعية بتحقيق النجاحات الميدانية وإلحاق الخسائر بالميليشيات الإنقلابية الإيرانية في كافة المحافظات اليمنية، ففي آخرها فرض الجيش اليمني سيطرته على 5 مناطق جديدة بمديرية رازح بمحافظة صعدة، وذلك عقب معارك عنيفة ضد الميليشيات. في غضون ذلك هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء عقب نحو 12 غارة مركزة شنتها مقاتلات التحالف العربي على قاعدة الديلم الجوية. وأما في محافظة حجة عثرت الفرق الهندسية في الجيش اليمني على مجموعة جديدة من الألقام البحرية زرعتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية شمال غربي سواحل ميدي وقامت بتفجيرها. وفي محافظة تعز عاولت الميليشيات الإنقلابية القيام بعملياتها الإجرامية وقامت بتفجير منازل المواطنين المدنيين وتلقيم أخرى استعدادا لتفجيرها. إلى ذلك أنهت قوات الجيش اليمني ومن خلفها قوات التحالف العربي من عملية السيل الجارف لتطهير محافظتي أبين وشبوة من فلول تنظيم القاعدة الإرهابي بعد تحقيقها نجاحات كبرى خلال وقت قياسي.